الجبال بخدك أمسك فانت به الورد الأحمر أم ذاك الخال بذاك الخد فتيت الند على مجمر عجبا من جمرته. صلوات الله وسلامه عليك سيدي ومولاي يا أبا الحسن. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. الإخوة والأخوات المشاهدون الكرام من على فضائيتي العتبة العلوية وقناة كربلاء الفضائية، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج عند أبي. مثل ما عودناكم راح تكون هناك إن شاء الله ويانا 16 متسابق، وإن شاء الله راح يكونون 16 فائز، وراح يكونون عن طريق المتواجدين حول الستيج، وأيضا اللي راح يتصلون عن طريق الأرقام اللي راح تظهر أسفل الشاشة إضافة إلى وسائل التواصل الاجتماعي. يا الله يا الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الإخوة المشاهدون، أهلا وسهلا بكم مرة أخرى. واليوم حلقة جديدة وفائزون جدد إن شاء الله، ويوم مبارك جديد وليلة مباركة جديدة من ليالي شهر رمضان المبارك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا ويوفقكم لإتمام حق هذا الشهر الفضيل، وأن يتقبل أعمالنا وأعمالكم بأحسن القبول، إنه سميع مجيب. الآن سوف تظهر الأرقام أسفل الشاشة، وهي ظاهرة الآن أسفل الشاشة، وخلي نذكر الإخوان أو ننطر رقمنا للإخوان اللي يسمعونا عن طريق إذاعة العتبة العلوية المقدسة. 0783-899-5599 0783-899-5599 هذا رقم الاتصال للمستمعين عن طريق إذاعة العتبة العلوية المقدسة. نعم، الاتصال الأول من الأخ سلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا سلام، يا أهلا وسهلا بك، تقبل الله أعمالكم وجزيتم خيرا على هذا البرنامج. الله يسلمكم، الله يحفظكم ويتقبل الله أعمالكم إن شاء الله ويبارك بكم. الله يبارك فيك. الله يحفظكم. أستاذ سلام جاهزين إن شاء الله؟ ان شاء الله استاذ ايمن. ان شاء الله استاذ سلام. مبدئيا من وين؟ ما قالوا لي كنترول من وين؟ من واسط استاذ الكريم. يا اهلا وسهلا بك وكل اهالي واسط. الله يحفظك استاذ ايمن، شكرا جزيلا. الله يسلمكم ويحفظكم الله. عندنا الان اسفل الشاشه 16 رقم باللون الازرق. انت اول متسابق ويانا، فما تم اختيار اي رقم، انت راح لك حريه الاختيار. نعم، نقول بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رقم 5. نعم. صلوات الله على الخمسة أصحاب الكساء. أيهم أصحاب الكساء عليهم السلام. جزيتم خيرا. أحسن، جزاكم الله خيرا. ولكم يحسن الله ولكم يحسن الله. الله يحفظكم. الآن السؤال الأول من رقم 5 يقول: ما الذي يدافع عن سلامة الجسم ضد الميكروبات؟ أولا كريات الدم البيض أو الإنزيمات أم كريات الدم الحمر؟ ايه استاذ ايمن، كريات الدم الحمر ان شاء الله. اللي يدافع عن الجسم وسيله الدفاع الجسم. الاولى نعم، كريات الدم البيض. البيض استاذ ايمن، كريات الدم البيض. خلينا نشوف هل هي اجابه صحيحه. نعم، احسنت يا سلام، اجابه صحيحه. ولكم يحسن الله استاذ. الله يسلمكم. كريات الدم البيض اكيد يا سلام هي اللي تدافع عن الجسم. خليك ريلاكس على قولتهم. ها هو تعرف اول اتصال ويا حضرتك بشويه. موفقين موفقين ان شاء الله، واهلا وسهلا بكم. السؤال الثاني يقول: من هم الذين انعم الله عليهم في سوره الحمد؟ اولا النصارى او اليهود ام الانبياء والصالحين؟ نعم استاذ ايمن، اكيد الانبياء والصالحين الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. احسنتم احسنتم يا سلام. نعم، اجابه اكيد راح تكون صحيحه. احسنت يا اخي يا سلام، جزيتم خيرا. الله يسلمكم ولكم بالمثل. الان ننتقل الى السؤال الثالث والاخير. يا الله
يقول من الذي ولاه عثمان الكوفة وقد نزلت آية التشهد آية تشهد بفسقه نزلت آية تشهد بفسقه هل هو الوليد بن عقبة أم مروان بن الحكم أم ابن زياد في زمن عثمان فأكيد راح يكون مو جديد الأحد من القدماء فهل الوليد بن عقبة أم مروان بن الحكم أم ابن زياد أعتقد أستاذ أيمن مروان بن الحكم أعتقد يعني مروان هو من القدماء لكن يعني الوليد لو مروان قبل ما يخلص الوقت الوليد خلينا نختار الوليد ابن عقبة رحمة الله عليهم جميعا أحسنتم كانت إجابات صحيحة وموفقة ألف مبارك ممنون الله يسلمك أستاذ أيمن شكرا جزيلا خدمتك. الله يوفقكم أنستونا فرحتنا بهذا الاتصال يا أهلا وسهلا بكم شكرا جزيلا للأخ سلام على مشاركته معنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقه وأن يبارك فيه الآن ننتقل إلى الجمهور الكريم والأخوة الآن من يسمع صوتي اللي يريد يشارك ويانا ويحصل على جواز من العتبة العلوية إضافة إلى فرصة رحلة عمره خليه يتوجه للمنصة السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله يا أهلا ومرحبا الاسم الكريم علي سماح حسن محامي من النجف الأشرف أهلا وسهلا بكم علي سماح حسن محامي من النجف الأشرف أهلا وسهلا بكم شرفنا بكم أستاذ علي شرف الله يخليك الله يسلمكم عندنا الآن أرقام من 1 إلى 16 ما عاد رقم 5 1 خلينا نشوف رقم 1 ورقم 1 يقول بالسؤال الأول يا أستاذ علي ما السورة التي لو قرأها الإنسان بعثه الله مشرق الوجه فمن هي العصر أم الكوثر أم الناس الناس ما السورة التي لو قرأها الإنسان بعثه الله مشرق الوجه العصر أم الكوثر أم الناس العصر العصر خلينا نثبت على سورة العصر ونشوف صحيحة أحسنت أستاذ علي أحسن الله لكم الله يسلمكم ننتقل إلى السؤال الثاني واللي هو يخص أبو ذر الغفاري عليه السلام ما الاسم الحقيقي لأبي ذر الغفاري عليه السلام رضوان الله تعالى عليه الحسين بن روح أم جندب بن جنادة أم ثابت بن دينار جندب بن جنادة جندب بن جنادة ثبت ثبت خلينا نثبت على جندب بن جنادة رضوان الله تعالى عليه أكيد هو اسم أبي ذر الغفاري ننتقل إلى السؤال الثالث والحاسم استاذ علي هذا إن شاء الله إن شاء الله خير أي سورة هي أساس القرآن الكريم الكوثر أم الحمد أم التوحيد الحمد الحمد ثبت ثبت أكيد أكيد صلى علي إن شاء الله إن شاء الله خلينا نثبت على سورة الحمد ونشوف هي أكيد إجابة صحيحة أحسنت يا أستاذ علي على مشاركتك ويانا تفضل هاي مبارك بركة أمير المؤمنين الله يسلمكم يا أهلا ومرحبا شكرا جزيلا أكيد كل اللي يفوزون ويانا كالعادة للي جاي يتابعنا أول مرة أو للي للجمهور المتواجد هنا راح يفوز بعدة جوائز مقدمة من العتبة العلوية المقدسة إضافة إلى دخوله إلى القرعة على مقعدين لرحلة العمرة كانت في بادي الأمر واحد فقط اللي راح يروح إلى رحلة العمرة وإلى الديار المقدسة لكن بفضل الأمانة العامة للعتبة العلوية المقدسة تم زيادة المقاعد فأصبحا مقعدين للي راح يجون ويانا إن شاء الله أو راح يروحون إلى العمرة شاكر من ذي قار السلام عليكم يا شاكر وعليك السلام ورحمة الله وبركاته يا أهلا ومرحبا يا شاكر أبو منو شاكر أبو فراس الله يخليك أبو فراس إيه نعم والنعم والنعم منك أبو فراس الله يحفظك أين أبو فراس عندك أسفل الشاشة أرقام باللون الأزرق اختار لي واحد من عندهم بالبداية أريد مساعدتك رحمة لوالدك إن شاء الله بخدمتك أبو فراس تدل تدري بي أنا اللي يركز وياي ما قصروا يا أخي ركز على عيوني أحنا ورد الحجي زين وخدمتك إن شاء الله جزاك الله خير عشرة. الله يسلمك نعم إيش نختار عشرة نختار رقم عشرة وياك وياك إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله بخدمتك رقم عشرة يقول ما اسم السورة التي نزلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرتين آل عمران أم الإخلاص أم الحمد آل عمران أم الإخلاص أم الحمد
مرتين الإخلاص أم الحمد؟ ها آل عمران. آل عمران أم الإخلاص أم الحمد؟ ها أم الحمد؟ الحمد الحمد. نختار الحمد ونشوف. وإجابة الحمد. صحيحة. ركز وياي شوية يا أبو. وياك يا أبو براس شوية ركز وياي. شوية بعيد عن الشاشة. نعم وياك. تمام تمام تمام. الآن إن شاء الله. السؤال الثاني وإن شاء الله سؤال سهل ما تحتاج مساعدتي. إن شاء الله. أي من هؤلاء يوجب مسه الغسل؟ لازم من تلمسه تغتسل. أولا الشهيد، ثانيا الميت غرقا، أم المقتول بالحد؟ نعم يا هو اللي إذا لمست يجب أن تغتسل. هل هو الشهيد أم الميت غرقا أم المقتول بالحد؟ ها الشهيد أم الميت غرقا أم المقتول بالحد؟ ها المقتول بالحد أم الميت غرقا؟ راح يخلص الميت غرقا. الميت غرقا. خلي يشوف جواب صحيح. أبو فراس أبو فراس هذا الثالث ما بي مساعدة بعد. ها إن شاء الله بعد هاي. هذا حد وياك ان شاء الله في مساعده. تمام تمام خذتك خذتك يا فراس يحفظك الله. تقول الايه الكريمه يا ايها الذين امنوا لا تقولوا راعنا او راعنا. فما معنى راعنا؟ اولا اتركنا او احفظنا ام امهلنا؟ احفظنا اتركنا احفظنا أم أمهلنا؟ أمهلنا أمهلنا. إيه نثبت أمهلنا ونشوف. أمهلنا إن شاء الله. خلي نشوف أمهلنا. وإجابة صحيحة. أحسنت يا أبو فراس فزت ويانا ببركة أمير المؤمنين إضافة إلى دخول اسمك إلى السحبة. رحم الله والديك عليه السلام وشكرا جزيلا. الله يخليك. يا أهلا وسهلا بك أبو فراس ونسألك الدعاء. يا أهلا وسهلا بالجمهور الكريم اللي يريد يشارك ويانا ويسمع صوتي الآن خليه يتوجه إلى المنصة. أكو جوائز من العتبة العلوية إضافة إلى دخول الاسم الكريم إلى العمرة. يا أهلا وسهلا أحفظكم الله. يا أهلا وسهلا الاسم الكريم حسين علي وعبد الفن محافظة النجف الأشرف. حسين علي حسين علي وعبد الحر الليوي عبد الحر. بس المايك اللي فوق حجينا من محافظة النجف الأشرف. يا أهلا وسهلا. الله يسلمك. أبو منو؟ أبو علي الخفاجي. يا أهلا وسهلا يا أبو علي. الله والنعم. الله يسلمك. الله يحفظك. الآن عندنا 16 رقم من 1 إلى 16 نختار. الأفضل هو 14 على أمل المعصومين. 14 سلام الله على المعصومين جميعا. يقول رقم 14 أبو علي. أبو علي كم سورة في القرآن تبدأ بحروف مقطعة اللي هي ألف لام ميم إلى آخره؟ 29 أم 19 أم 39؟ 29 أم 19 أم 39؟ 29. نعم خلينا نثبت على 29 لأبو علي ونشوف إجابة صحيحة. أحسنت يا أبو علي. ننتقل إلى السؤال الثاني. والسؤال الثاني يقول من هو أول نبي شرع بالجهاد؟ أولا النبي موسى أو النبي إدريس أم النبي داود سلام الله عليهم جميعا؟ النبي موسى عليه الصلاة والسلام. بس نصعد فوق. النبي موسى عليه النبي موسى ما قاتل. ما قاتل. إذن عندنا النبي إبري إدريس عفوا أم النبي داود؟ داود يا داود خذ بقوة النبي داود عليه الصلاة والسلام. إدريس أم داود أول نبي؟ إدريس. إدريس خلينا نثبت على إدريس سلام الله عليه. نعم. ونشوف. أحسنت. هو كان أول نبي. نعم. شرع بالجهاد. أحسن الله عليكم. نعم الآن ننتقل إلى السؤال الثاني. والسؤال الثاني يقول أو الثالث عذرا ما السورة التي تسمى بسورة المرأة؟ أولا النساء أم القصص أم الممتحنة؟ الممتحنة. خلي نصعد الميكروفون شوي. الممتحنة. الممتحنة. خلي نثبت على الممتحنة يا كنترول الأبو علي ونشوف. أحسنت يا أبو علي. كانت إجابة موفقة. شكرا جزيلا على إطلالتكم ووجودكم ويانا. وهاي بركة أمير المؤمنين. يا أهلا ومرحبا بكم شرفتونا. نسألكم دعاء. يا أهلا وسهلا. علي من ميسان
السلام عليكم يا علي ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. يا أهلا وسهلا علينا وعليكم إن شاء الله، ويتقبل أعمالكم الله يسلمكم يحفظكم الله. علي أبو حسين خلاص يحلك من يمي هاي، حتى إذا ما عندك حسين الله يرزقك حسين إن شاء الله. الله يسلمك يا حبيبي. الآن عدنا من 1 إلى 16، شنو تختار يا أبو حسين؟ 12. خلي نشوف رقم 12، وسلام الله على 12 المعصومين. سلام الله عليه. نعم، يقول رقم 12 بالسؤال الأول، كم عدد كريات الدم الحمراء في جسم الإنسان؟ 25 مليون أم 52 أم 5 ملايين؟ 25 مليون. 25 مليون. متأكد أبو علي هذا هو؟ نثبت، خلينا نثبت. نعم. وإجابة صحيحة. 5-5. أحسنت. لا 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 تخطأها، كانت صحيحة أبو حسين، كانت صحيحة. هذا هو. نعم. الآن السؤال الثاني. السؤال الثاني يقول: ما ننسخ من آية، صدق الله العلي العظيم، هاي آية تقول ما ننسخ من آية فما معنى النسخ؟ التواتر أم الإضافة أم الإزالة؟ ما ننسخ من آية أو ننسها، فشنو معنى هالنسخ؟ التواتر أم الإضافة أم الإزالة؟ التواتر. التواتر أم الإضافة أم الإزالة؟ ها أبو حسين. الإضافة. 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 متأكد؟ نعم. متأكد كلش؟ إيش تقول؟ يلا شو ثبت على شنو؟ خلاص الوقت. الإضافة. 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 خلينا نثبت إجابة خاطئة. الإزالة. الإزالة. بعد راحت أبو حسين. زين، للأسف جدا أعتذر من حضرتك يا عزيزي، ونتمنى لك إن شاء الله موفقية في المرات القادمة، لكن طلعتك أكثر من مرة أنه لازم تركز وياي شوية على مود تعرف الإجابة الصحيحة. وشكرا جزيلا على اتصالك، ونتمنى لك الموفقية في الأيام القادمة. يا أهلا وسهلا بالجمهور الكريم، ويا أهلا وسهلا بضيفنا الكريم، والسلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. عمار عبد الله من نجف. يا أهلا وسهلا عمار، حياك الله. بس تقدم لي خطوة. شكرا جزيلا. أبو منو إن شاء الله؟ أبو مهدي. أبو مهدي، يا أهلا وسهلا يا أبو مهدي، يحفظكم الله. عندنا الآن من 1 إلى 16، شنو نختار يا أبو مهدي؟ نختار رقم 4. خلي نشوف رقم 4 يا أبو مهدي. رقم 4 بالسؤال الأول يقول: أين تقع الغدة الكظرية في جسم الإنسان؟ أولا فوق الكلية أم جنب الكلية أم تحت الكلية؟ فوق الكلية. فوق الكلية. خلينا نثبت فوق الكلية لأبو مهدي ونشوف. أحسنت يا أبو مهدي. أحسن الله عليك. كانت إجابة صحيحة، هي فوق الكلية. السؤال الثاني: ما معنى مالك يوم الدين؟ أولا يوم العيد أم يوم الحرير أم يوم القيامة؟ يوم الدين. يوم القيامة. يوم القيامة. خلينا نشوف. أكيد هي إجابة صحيحة قبل ما يقول صحيحة. زين، أحسنت يا أبو مهدي، كانت إجابة صحيحة، أكيد هي يوم القيامة. ننتقل وياك إلى السؤال الثالث والسؤال الأخير يا أبو مهدي، خلينا نركز بيه، ولو أنت مركز بدون ما أقول لك خلينا نركز. موفق إن شاء الله. ومن شر غاسق إذا وقب، صدق الله العلي العظيم، ما معنى غاسق؟ الظهر أم الليل أم الصبح؟ الظهر أم الليل أم الصبح؟ الصبح. غاسق إذا وقب، الظهر أم الليل أم الصبح؟ الليل. 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 نثبت أبو مهدي؟ نثبت إن شاء الله. خلينا نثبت على اختيار الليل، وإجابة صحيحة. أحسنت يا أبو مهدي، فزت ويانا ببركة أمير المؤمنين، وإن شاء الله اسمك دخل ضمن القرعة على رحلة العمرة. شكرا جزيلا يا أبو مهدي، موفق، ونسألك الدعاء. الآن ننتقل إلى الإخوة جمهورنا الكريم عن طريق الاتصالات. وعادل من وين؟ عادل من المثنى. السلام عليكم يا عادل ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بك. عادل تسمعني؟ ألو، من السماوة. من السماوة. من السماوة. يا أهلا وسهلا بك وأهل السماوة يا عادل. حياك. حيا
وشهر رمضان مبارك عليكم ويتقبل أعمالكم إن شاء الله. مبارك على الجميع إن شاء الله. الله يسلمكم ويحفظكم. عادل أبو منو؟ عادل أبو فاطمة. يا أهلا وسهلا أبو فاطمة. حبيب الله. والنعم والنعم أبو فاطمة. أبو فاطمة أول مرة تصل بينا؟ والله من بداية الشهر لحد الآن اتصلوا معكم. ما شاء الله موفقين إن شاء الله. عذرا منكم نعتذر عن جميع الاتصالات اللي ما قعدت عليها لأن زخم على الاتصالات من سبب كثرة الاتصالات علينا. وإن شاء الله موفق يا أبو فاطمة بخدمتك. الآن أسفل الشاشة هناك 16 رقم باللون الأزرق. خلي نختار واحد من الأرقام اللي باللون الأزرق. رقم 2. رقم 2. خلي نشوف يا أبو فاطمة رقم 2. وما شاء الله اليوم الأسئلة كلها على السور القرآنية وإن شاء الله كلنا من أهل القرآن وأسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا من أهل القرآن. يقول السؤال الأول سورتان تبدأان بحاميم والكتاب المبين صدق الله العظيم. ما هما؟ الزغرف والنصر أم الزغرف والعصر أم الزغرف والدخان؟ الزغرف والدخان. الزغرف والدخان. خلينا نشوف هل الإجابة صحيحة لأبو فاطمة. صحيحة. أحسنت يا أبو فاطمة كانت إجابة موفقة. ننتقل إلى المرحلة الثانية أو السؤال الثاني. والسؤال الثاني يقول أي سورة قال عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم هي شفاء من كل داء؟ فما هي؟ النصر أم الحمد أم الكوثر؟ الحمد إن شاء الله. الحمد. خلينا نثبت على سورة الحمد واليوم ما شاء الله كلها على سورة الحمد. فأي واحد يشوف خيرات بها الحمد رأسنا يقول الحمد ها بس يطلع خطأ ودرب تري لا عمل تقول إن شاء الله إن شاء الله بخدمتك. السؤال الثالث والأخير ما معنى الذاريات؟ أولا السفن أو الجاريات أو الرياح؟ الذاريات. السفن أم الجاريات أم الرياح؟ الرياح إن شاء الله. الرياح. خلينا نثبت خدمتك وفاض ما تحتاج مساعدة ما تحتاج مساعدة. الرياح هذا هو. الرياح هي الإجابة الصحيحة. أحسنت يا أبو فاطمة وأنت اللي ساعدني وأنا اللي ساعدك أبو فاطمة. ألف مبارك لك يا أبو فاطمة وشكرا على اتصالك. نسألك الدعاء الخير ونسألكم الدعاء ونسألكم الدعاء إن شاء الله إذا ما وفقنا الله أن نكون من أهل الدعاء لن ننساكم جميعا إن شاء الله. نعم ننتقل إلى الجمهور الكريم ويا أهلا ومرحبا بالشباب. يا أهلا وسهلا تفضلوا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الاسم الكريم مصطفى جابر موسى. أهلا وسهلا. خطوة لي قدام. يا أهلا وسهلا. من وين؟ مدينة النجف. يا أهلا وسهلا يا مصطفى. وعدنا 16 رقم يا مصطفى. شو تختار؟ 5 على أصحاب الكساء. 5 سلام الله على أصحاب الكساء. تم اختياره غير 5. 12 على 12. 12 تم اختيار اليوم؟ كل أرقام مباركة تم اختيارها. أقوى على غيره. 1 4 1 1 1 تم اختياره؟ هم تم اختياره؟ ها شلون بينا اليوم؟ 3 و6 3 خلينا نشوف 3 الله ومحمد وعلي هاي لازم نرتبها. سلام الله على محمد وآل محمد. السؤال الأول يقول صدر الإنسان ثم فقرات ظهره أكبر منطقة لإنتاج ماذا؟ صدر الإنسان وفقرات ظهره اللعاب أم الأكسجين؟ أم الدم؟ الأكسجين. الحين ننتج الأكسجين نستهلك الدم. إنتاج. دم. الدم دم. خلي نشوف الدم هل إجابة صحيحة أم لا. إجابة صحيحة. أحسنت. ننتجه ها مو نستهلكه. زين هي الأسئلة واضحة لكن تحتاج بس فقط تركيز بسيط. يستحب قراءة سورتين عند المحتضر لتعجيل راحته فما هما؟ أولا ياسين والناس ياسين والصافات أم ياسين والرحمن؟ ياسين والصافات. ياسين والصافات. خلينا نشوف
أحسنت. ختم الله لنا ولكم بالخير بعد أمر طويل إن شاء الله، مديد بالعافية والقرب من الله وآل بيت رسول الله. السؤال الثالث يقول: ترميهم بحجارة من سجيل، فما معنى سجيل؟ أولا، الطين المتحجر أم الخشب المتحجر أم الحديد المتحجر؟ حجارة من سجيل، الحجر المتحجر، الطين المتحجر، الطين أم الخشب أم الحديد؟ ها، الطين المتحجر، الطين المتحجر. خلينا نشوف على اختيار الطين المتحجر. أحسنت، كانت إجابات موفقة. شكرا لتواصلك ويانا ومشاركتك معنا، هاي بركة أمير المؤمنين، وشكرا يا عزيزي. وأكيد كل الإخوة اللي شاركوا ويانا اليوم واللي فازوا ويانا اليوم دخل اسمهم ضمن القرعة للمقعدين لرحلة العمرة وزيارة الديار المقدسة المقدمة من العتبة العلوية المقدسة. وإن شاء الله أتمنى الفوز للجميع، وأتمنى أن يكون الله قد وفقنا لأداء رسالتنا في هذا البرنامج. ننتقل وإياكم الآن إلى سؤال السوشيال ميديا، سؤال وسائل التواصل الاجتماعي، اللي أريد أسمع الناس الموجودين هنا وأسمع الناس اللي جاي يتابعونا لأول مرة، اللي يقدرون عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، وأكيد طبعا أسمع الأخوان الموجودين بالإذاعة اللي قاعد يسمعون عن طريق إذاعة العتبة العلوية المقدسة، تقدرون يا أخوتي جميعا أن تفوزون ويانا عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي بأن تتابعون صفحة فضائية العتبة العلوية المقدسة وصفحة قناة كربلاء الفضائية، وتترقبون نزول سؤال الحلقة. كل يوم ينزل سؤال جديد لحلقاتنا من برنامج عند أبي على هذين الصفحتين، تقدرون تجاوبون على هذا السؤال وتفوزون ويانا مثل الإخوان اللي راح يفوزون ويانا بعد هذا السؤال. من القائل؟ يا أيها المبعوث بلغ أمر ربك في علي، فهو الخليفة والوصي بعيد يومك والولي. بلغ ولا يرهبك خطب في حماك، فذاك لي من كيدهم إني عصمتك، إنني الله العلي. إلى متابعينا على مواقع التواصل الاجتماعي، كتبوا الإجابة الصحيحة بتعليق مع ذكر الاسم الثلاثي، وشهر رمضان مبارك. يا أهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى. مثل ما سمعنا هذا كان سؤال هذه الحلقة، وتم الإجابة عليه بشكل صحيح من أخوين. الأخت أول شيء، عفوا، أخت وأخو. الآن الأخت فاطمة عبد الله الإسماعيل من صفحة قناة كربلاء الفضائية، ومن صفحة فضائية العتبة العلوية الأخ كرار عبد الحسين يونس. طبعا الجواب الصحيح كان الشاعر عبد الأمير جمال الدين، عبد الأمير جمال الدين. مبارك للأخوين أو للأخوين الكريمين، يقدرون يحصلون على جائزتهم من خلال التواجد في العتبة العلوية المقدسة إلى قسم الإعلام شعبة أو وحدة التواصل الإعلامي، راح يستلمون جائزتهم، وأكيد أسماءهم دخلت ضمن قرعة العمرة. الآن استقبل اتصال. ألو، حيدر، اتصال من حيدر. أهلا، يا أهلا وسهلا يا حيدر. عزيزي الله يحفظك. الله يسلمكم. حيدر أبو منو؟ أبو محمد. أبو محمد، يا أهلا وسهلا يا أبو محمد، شلون شهر رمضان مبارك وياكم؟ عزيزي الله يحفظك إن شاء الله علينا وعليكم إن شاء الله بالصحة والعافية. الله يسلمكم ويحفظكم، يتقبل أعمالكم، وإن شاء الله موفقين أن تعودون لهذا الشهر المبارك في العام القادم بخير وعافية، أنتم وأحبابكم. الله يسلمكم ويحفظكم الله. الآن قلت لي أبو منو عذرا؟ أبو محمد. أبو منو؟ أبو محمد. محمد. أبو محمد. أبو محمد عذرا. أبو محمد، عندنا أسفل الشاشة عدة أرقام باللون الأزرق، خلينا نختار واحد من ذني الأرقام. نعم. إيش نختار يا أبو محمد؟ سبعة. نعم. رقم سبعة. خلينا نشوف رقم سبعة بالسؤال الأول. ورقم سبعة بالسؤال الأول يقول: كم كان مهر الزهراء عليها السلام؟ أولا 480 درهم أم 580 أم 680 درهم؟ أبو محمد، 480 درهم أم
580 أم 680؟ 480 درهم أعتقد. 480 درهم، خلينا نشوف. أحسنت يا أبو محمد، كانت إجابة صحيحة. نعم كان مهر الزهرائي 480 درهم. الآن ننتقل إلى السؤال الثاني، والسؤال الثاني يقول: ما أعظم آية في القرآن الكريم؟ الله الصمد أم والعصر أم بسم الله الرحمن الرحيم؟ أعظم آية، آية أعظم آية، هل هي الله الصمد أم والعصر أم بسم الله الرحمن الرحيم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، نقول بسم الله ونشوف. أحسنت يا محمد، كانت إجابة صحيحة، هي أعظم آية بسم الله الرحمن الرحيم. الآن ننتقل إلى السؤال الثالث يا أبو محمد، والسؤال الحاسم، خلينا نشوف السؤال الثالث شو يقول. أين تتولد كريات الدم الحمراء في جسم الجنين؟ في جسم الجنين، أولا الطحال، ثانيا الكبد، ثالثا العظام. هو عضو مشهور بموضوع الدم، يعني هل هو طحال الطحال أم الكبد أم العظام؟ الطحال. الطحال أم الكبد أم العظام أبو محمد؟ وقت راح يخلص. الطحال أم الكبد؟ الكبد. خلي نثبت على الكبد، وإجابة صحيحة يا أبو محمد. أحسنت، إجابات موفقة وبخدمتكم وشرفتونا. يا أهلا وسهلا، موفقين إن شاء الله، نسألكم الدعاء يا أبو محمد. شكرا جزيلا. الآن ننتقل إلى الإخوة الكرام المتواجدين حول المنصة، والله يكثرهم إن شاء الله. ويا أهلا ومرحبا أغاتي، وعليكم السلام ورحمة الله. الاسم الكريم علي كرماش الجليحاوي من النجف. يا أهلا وسهلا بكم، الله يحفظك. تفضلي قدام. أبو منو؟ أبو حسين. أبو حسين، يا أهلا وسهلا. الله يحفظك يا حبيبي. الله يحفظك أبو حسين. عدنا من 1 إلى 16، شنو تختار؟ يعني 6 لو 9. 6 9 موجودات، خلي نختار رقم 6. 6. رقم 6 يقول بالسؤال الأول: نعم، كم يحتاج الإنسان من الحديد في دمه؟ أولا 10 غرام أم 20 غرام؟ 10 أم 20؟ 20. ثبت على 20؟ نعم، خلي نثبت على 20، وإجابة صحيحة. أحسنت، الله يسلمكم يا أبو حسين. السؤال الثاني يقول: من المغضوب عليهم في سورة الحمد؟ أولا النصارى أم اليهود أم المجوس؟ المغضوب عليهم، هل هم النصارى أم اليهود أم المجوس؟ اليهود. اليهود، خلينا نثبت على اختيار اليهود الأبو حسين. أحسنت، ممنون، كانت إجابة صحيحة. الآن ننتقل إلى السؤال الثالث والأهم يا أبو حسين، إن هو الحاسم. الله يحفظك يا حبيبي. سورتان تبدأان بحاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. أولا الجاثية والكوثر، ثانيا الجاثية والنصر، ثالثا الجاثية والأحقاف. الجاثية والكوثر، الجاثية والنصر، والجاثية والأحقاف. الجاثية والأحقاف، خلي نشوف اختيار الجاثية والأحقاف. إجابة صحيحة، ممنون. أحسنت يا أبو حسين، الله يبارك فيكم، ممنون، فزتوا ويانا بركة أمير المؤمنين، وشكرا لكم. يا أهلا وسهلا، نورتونا، أهلا ومرحبا بكم. نعم، ننتقل الآن إلى الإخوان المتصلين، ونستقبل اتصال جديد من منو؟ منو عندنا يا إخواننا بالكنترول؟ نعم، جاسم من وين؟ جاسم من بغداد. السلام عليكم يا جاسم. حبيبي عليكم السلام ورحمة الله. جاسم من بغداد؟ لا حبيبي، من النجف. من النجف، يا أهلا ومرحبا يا جاسم، يا أهلا وسهلا، نورتنا. الله يسلمك. شهر رمضان مبارك، والله يتقبل أعمالك إن شاء الله يا جاسم.
لك حبيبي الجميل عيوني رحم الله والدي. الله يحفظك. ابو منو؟ ابو احمد. يا اهلا وسهلا يا ابو احمد. عندنا الان اسفل الشاشه ارقام باللون الازرق، خلينا نختار لون او نختار رقم، رجعت على لون اليوم، خلينا نختار رقم من الارقام اللي باللون الازرق. يا حبيبي 14 عيوني. يا تم اختياره عيوني، تم اختياره اللون الازرق ابو احمد. يا حبيبي 15. بين عليك من صوتك نجفي عتيج ها. والنعم. السؤال الاول يقول: يؤمنون بالغيب، يقيمون الصلاه، ينفقون. هذين صفات، هذني من صفات منو؟ الخاشعين، المتقين، أم التائهين؟ حبيبي المتقين. المتقين، خلي نشوف المتقين لأبو أحمد. أحسنت يا أبو أحمد، إجابة صحيحة. أحسن أبو أحمد، الله يسلمكم إلهي أمين. ننتقل إلى السؤال الثاني يا أبو أحمد: من هم القوم الذين أطلقوا على أنفسهم آل الله؟ فمن هم؟ قريش في الجاهلية، أم أهل الطائف، أم بعد الهجرة؟ فش تختار؟ قريش في الجاهلية حبيبي. قريش في الجاهلية، خلينا نشوفها الإجابة صحيحة. نعم أحسنت يا أبو أحمد، كانت إجابة صحيحة. ننتقل إلى السؤال الثاني أو الثالث والأخير يا أبو أحمد: كم يبلغ ارتفاع برج إيفل بالأمتار؟ طبعا برج إيفل اللي باريس، أكيد شايف أبو أحمد بالصور، شايفيه إحنا أكيد يعني. يقول 243 متر، أم 143 متر، أم 343 متر؟ هو مرتفع جدا يعني، كلش مرتفع، فهو 243. نعم 343. خلينا نشوف هل الإجابة صحيحة. نعم كانت إجابة صحيحة يا أبو أحمد، عاشت إيدك وموفق، فزت ويانا ببركة أمير المؤمنين إضافة إلى دخول اسمك لقرعة العمرة، شكرا جزيلا. الآن خلينا ننتقل إلى الإخوة الزائرين الكرام المتواجدين حول المنصة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أهلا وسهلا بك يا حبيبي، الله يخليكم. الاسم الكريم سيد إيهاب من بابل. نعم عفوا سيد. نعم الاسم سيد إيهاب من بابل. يا أهلا وسهلا إيهاب، بس اسم ثلاث سيدنا. إيهاب عبد العباس. إيهاب عبد العباس. أبو منو؟ أبو سجاد. أبو سجاد، سيدنا أبو سجاد. عندنا أرقام من 1 إلى 16، إيش تختارون؟ 16. رقم 16 موجود؟ خلي نشوف رقم 16. والسؤال الأول من رقم 16 يقول: نعم السؤال الأول، كم مرة تكرر في القرآن الكريم قول الله تعالى يا أيها الناس؟ 20 مرة، 30 مرة، أم 50؟ 20 مرة. ها 20 مرة، ثبت يا كنترول. 20 مرة، إجابة صحيحة. أحسنت. أما الآن ننتقل إلى السؤال الثاني ونشوف السؤال الثاني شو يقول. السؤال الثاني يقول: نعم مدينة عراقية جاء اسمها على اسم دولة حاكمة، فمن هي؟ الفاطمية، العباسية، الأموية؟ طبعا معروفها الأموية. لا، دولة، مدينة عراقية اسمها على اسم دولة، فمن هي؟ العباسية، أم الفاطمية، أم الأموية؟ منطقة معروفة بالنجف هنا. الأموية منطقة، مدينة بالنجف. العباسية. بالنجف خلي عباسية. عباسية. خلي نثبت على العباسية ونشوف إجابة صحيحة. أحسنتم سيدنا. ننتقل إلى السؤال الثالث وهو السؤال الحاسم، خلي نشوف سيدنا شنو ضامننا السؤال الثالث. ما الحيوانات التي تسمى بذات العمرين؟ أولاً الحيوانات البرية، ثانياً الحيوانات المائية، ثالثاً الحيوانات البرمائية، ايش تختارون سيدنا؟ ذات العمرين يا كنترول، يا هو الإجابة الصحيحة، والله غششني. البرمائية.
نعم البرمائية. خلي نثبت على البرمائية للسيد. السيد ما يحتاج تخشيش الله، هذا أحسنت سيدنا. فزتوا ويانا ببركة أمير المؤمنين، وشكرا على تواصلك ويانا. يا أهلا ومرحبا بكم. نعم الإخوة المشاهدين الكرام، نكمل معكم إن شاء الله استقبال الاتصالات واستقبال المشاركات، ونشوف علي من النجف. علي من النجف، أهلا وسهلا، رمضان كريم. أغاتي يا علي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أبو حسين، ورمضان كريم علينا وعليكم إن شاء الله، وتقبل الله الطاعات الجميع. رحم الله والديك، الله يسلمك. أبو حسين نايم نعسان، لا تش عندك دوام أبو حسين، شين الموضوع؟ لا 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 ما حسك نشط؟ لا لا إن شاء الله نشط. يلا إذا تنشط وياي إن شاء الله. اختار واحدة من الأرقام اللي باللون الأزرق اللي هن أسفل الشاشة الآن باللون الأزرق. ها 13 موجود. نختار رقم 13 يا أبو حسين ونشوف. سؤال الأول من رقم 13 يقول: لمن قال أبو جعفر المنصور لما لا تخشانا كما يخشان، لما لا تخشانا كما يخشان الناس؟ فمن قال له؟ المن جاي يخاطب الإمام الرضا، أم الإمام الهادي، أم الإمام الصادق؟ لما لا تخشانا كما يخشان الناس؟ ها الإمام الصادق عليه السلام. الإمام الصادق عليه السلام، أحسنت، لأنه هو فعلا كان معاصر للإمام الصادق رضوان سلام الله عليه. الآن ننتقل إلى السؤال الثاني، والسؤال الثاني يقول: قال تعالى ومزاجه من تسنيم، فما معنى تسنيم في الجنة؟ أولا ماء أم هواء أم تراب؟ تسنيم مزاجه من تسنيم، فهل هو الماء أم الهواء أم التراب؟ الهواء. الماء أم التراب أم الهواء؟ ها نختار الهواء أكيد. الماء أو الهواء؟ الماء الماء الماء. خلي نشوف اختيار الماء وإجابة صحيحة. ركز يا أبو حسين، من أقول لك نعسان عم نصدق. ها تمام. ننتقل إلى السؤال الثالث والسؤال الأخير يا أبو حسين، وصحصح وياي. السؤال الثالث يقول: ما أقرب تشبيه لأكل أهل الجنة وشربهم من دون فضلات؟ أولا الطير إذا أكل، أم الجنين في بطن أمه، أم الزرع إذا أثمر؟ أهل الجنة من يأكلون ما راح يكون أجلكم الله عندهم فضلات بعد الأكل، فهم أشبه بشنو؟ الطير خو عنده فضلات أجلكم الله. أم الجنين في بطن أمه، أم الزرع إذا أثمر؟ الجنين في بطن أمه. الجنين في بطن أمه، خلينا نختار. نعم أحسنت، وهو تشبيه رائع وجميل، الجنين في بطن أمه كانت إجابة صحيحة. شكرا جزيلا لك، وألف مبارك، وشكرا على تواصلك ويانا. الآن نأخذ آخر متسابق ويانا من الجمهور الكريم، ويا أهلا وسهلا، وختامها مسك. السلام عليكم. السلام الله وبركاته. بس شوي رجعوا نجي. شكرا جزيلا. الله يسلمك. الاسم الكريم؟ عمار خليل رضا. عمار خليل رضا من النجف الأشرف. من النجف، يا أهلا وسهلا يا أستاذ عمار، يحفظكم الله. عدنا من 1 إلى 16، باقينا كم رقم بالله كنترول؟ رقم 9. تم اختياره مو موجود رقم 9. خلينا نشوف رقم 9. أبو منو؟ أبو حسن. قرب لي المايك أقرب ما يكون. إيه أحسنت أبو حسن. سؤال الأول يقول: ماذا تنتج السكريات، الدهون، البروتينات في جسم الإنسان؟ شنو اللي تنتجه؟ الطاقة أم الشبع أم الكسل؟ الطاقة. نثبت على الطاقة. خلينا نثبت يا كنترول على الطاقة. أحسنت، كانت إجابة صحيحة. الآن ننتقل إلى السؤال الثاني، والسؤال الثاني يقول:
ولبئس ما شروا به أنفسهم. صدق الله العلي العظيم. ما معنى شروا؟ أولا اشتروا أم باعوا أم تاجروا؟ باعوا. باعوا، خلي نختار باعوا ونشوف. نعم كانت إجابة صحيحة، أحسنتم. ننتقل إلى السؤال الثالث والأخير والحاسم إن شاء الله. يا الله، كم يبلغ ارتفاع أعلى أهرام مصر؟ أعلى هرم في مصر، هل هو 63 متر أم 53 أم 23؟ 63. نثبت على 63؟ 63. خلي نشوف هل هو 63 فعلا. نعم أحسنت، جزاكم الله خير، وألف مبارك في استوانة بركة أمير المؤمنين، وشكرا لكم. ها نأخذ آخر اتصال، يلا بسرعة بسرعة. هذا هو، السلام عليكم ورحمة الله. قبل ما أعرف حتى الاسم. ها نعم، نصير من النجف، السلام عليكم يا نصير. وعليكم السلام. يا أهلا وسهلا يا نصير، شوية مستعجلين لأن أنت مسك الختام راح أصير. يلا خدمتك. الله يحفظك مخدوم. الآن عندنا شنو؟ 8 و11، اختار لنا واحد من الأرقام. 11. خلي نختار رقم 11 يا نصير. السؤال الأول برقم 11 يا نصير، وتجاي نمشي بسرعة شوية. يلا ماشي ماشي. توجيه الميت إلى القبلة حال الاحتضار، هل هو مكروه أم واجب أم مستحب؟ توجيه الميت إلى القبلة، هل هو مكروه؟ أكيد مو مكروه، فيبقى شنو؟ واجب أم مستحب؟ ها واجب أم مستحب يا نصير؟ واجب واجب واجب. خلي نثبت على واجب، وإجابة صحيحة. ننتقل بسرعة وياك إلى السؤال الثاني. السؤال الثاني يقول، ما السورة التي لا يوجد فيها حرف الفاء؟ فما هي، الحمد أم الإنشراح أم الكوثر؟ ما السورة التي يوجد فيها حرف الفاء؟ اليوم هواي صارت هي السورة إجابة صحيحة، هواي صارت كل صارت هواي إجابة صحيحة. هل هي الحمد؟ ها الحمد ثبت؟ حمد. خلي نثبت على سورة الحمد، واختيار صحيح وموفق، أحسنت يا نصير. ننتقل إلى السؤال الثالث والأخير وآخر سؤال بالحلقة كلها. هناك باب في الجنة له علاقة بالعطش، فما اسمه؟ باب العطشان أم باب الجنان أم باب الريان؟ باب الجنان. باب بالجنة العلاقة بالعطش، زين عندك لون عطشان لون ريان، بالجنة الناس تعطش لو تشرب؟ طبعا تعطش. بالجنة تعطش لو تشرب؟ بالجنة تشرب. اي العطشان لون ريان؟ الريان. الريان. خلي نشوف اختيار الريان لنصير، وإجابة صحيحة وموفقة، أحسنت يا نصير، وشكرا على تواصلك ويانا، كان اتصالك ومسك الختام. شكرا للمشاهدين والمشاركين والمستمعين جميعا على مشاركتهم وحسن استماعهم ومشاهدتهم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن نوفق لخدمتكم وللقياكم في الأيام القادمة. إلى ذلك الحين كونوا في أمان الله وحفظه، وتقبلوا تحياتي. شكرا.